رحمة الله عليه، وعلى ذكر الأناشيد التي أنشدها عبد الباسط الثروت الذي لقبه كثيرون ببلبل الثورة السورية، دعنا نستمع لمقطع الفيديو هذا والذي ينشد فيه الثروت أحد أناشيده الداعمة للثورة. يا حمص عوض مكانك، يا شام المسلمين راجعين راجعين، يا غوطتنا راجعين، رغم ظلم الظالمين راجعين راجعين، يا حرصنا راجعين، رغم ظلم الظالمين راجعين. حمص غصت من بعد طول الغياب، حما تبكي بدمعها تصدر عداد يا بلاد المسلمين. هنا لكم مجددا احبائي المشاهدين، تابعنا في مقطع الفيديو هذا عبد الباسط الثروت وهو ينشد حبا في الشام وأيضا حبا وعشقا في الثورة السورية. كيف تابعت هذا المقطع دكتور أسامة؟ يعني نحن في الحقيقة لسنا محللين ولا متابعين، نحن بإذن الله ثوار. فعندما نتابع مثل هذه الأناشيد ومثل هذه الهتافات نحن نشارك فيها. يعني أنا أسست لهذا الأمر أيضا في حمص، وخرجنا عدة أناشيد ثورية، لكن الثاروت بعفويته سبق الجميع الحقيقة. وأريد أن ألفت انتباه السادة المشاهدين إلى هذا الوعي، إلى هذه النظافة، إلى هذه الوطنية العظيمة التي عند الثاروت وغير الثاروت.